والله التحقت في النادي لاهداف كثير يعني من الواحد ينشط حاله في اللياقه تاعته وما يظلوش قاعد انه خلص انبترت انه انا اظني قاعد لا بالعكس انه انت قد المسؤوليه قدم العب شوف ان شاء الله يكون لي امل انه يكون لي اسم لامع يعني في دول البتر في لعبه القدم لدول البتر ابطال فلسطين ان شاء الله. سبب اصابتي مساله عوده 27/7/2018 بكون في المستقبل انه انا اكون لاعب مشهور الناس يعني تسمع ان انا لاعب مشهور ومحترف وعشان اشجع دول بتر اللي بعدي يلعبوا ويكون فيش عليهم مستحيل يعني دول بتر ما يكونش عليه مستحيل في قصه انه هو مصاب هو عنده اعاقه ما يكونش عنده حاجه مستحيل يعني. الشباب هذول اساسا هم شاركوا في مسيرات العوده والشباب هذول طبعا نتيجه الحروب المتكرره اللي صارت عندنا على قطاع غزه في منهم طبعا صارت عندهم اعاقه بتر احد اطرافهم او ايديهم او حاجه فطبعا زي ما قلت لك في البدايه انهم هم اساسا لعيبه كره قدم فهم عندهم رغبه انهم يلعبوا واحنا استلمناهم واشتغلنا عليهم وطبعا اشتغلنا عليهم كمان جانب نفسي لانهم هم مروا في مرحله نفسيه كثير صعبه في البدايه والحمد لله تغلبنا عليها. أنا حلمي أكون ألعب في فريق برشلونة بحب اللاعب ميسي.